بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أعرب سموه فيها عن تهانيه الخالصة بنجاح دولة الإمارات في إطلاق مسبار الأمل من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان في أول مهمة فضائية عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ. أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بهذا الإنجاز العلمي التاريخي الذي يسهم في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات بين الدول المتقدمة كمركز رائد في قطاع الفضاء، ومثنيا سموه على جهود الكوادر العلمية الإماراتية الشابة في إنجاز هذا المشروع الذي يعد فخرا للإمارات والأمتين العربية والإسلامية ويسهم في خدمة البشرية. تمنى سموه لدولة الإمارات كل نجاح والتقدم في مجال الفضاء وسائر المجالات.